شفتي نائب الرئيس ديال هذه الجمعيه بالنسبه لهذا الدوري هذا غادي كيجمع واحد المجموعه ديال الشباب والساكنه وكيقدم واحد الاضافه وكيملا واحد الفراغ، لان كنحسوا حنا بواحد الفراغ كبير هنايا، ما كاينش هاد الانشطه، وهذا الدوري كان بحال اللي كنلقاو فيه واحد الراحه ديالنا بالنسبه لهاد الشباب، باش كنجنبوهم على واحد المجموعه ديال المطبات مثلا بحال الاوقات الفارغه، كي عوض ماشي يمشي يعمل شي حاجه اللي ماشي تهمو كي يلتجأ لشي حاجه ما بحال المخدرات بحال هذه. لهذا هذا الدوري كنشوفه انايا مهم بزاف، فيه واحد المجموعه ديال الايجابيات، واحد كيوقع واحد التلاحم بين العناصر والشباب، كيتعرفوا على بعضهم وكينشطوا ترفع المستوى ديال التفكير ديال هاد الناشئه، وكنظن ان هذا الدوري عنده ايجابيات اخرى كثيره بالاضافه الى هذا الشيء اللي قلنا. وكنظن ان بحال الدوريات بحال السنتين اللي فاتوا كنا ناقصين شويه، كان ظل هذه الجائحه اللي دازت كنا غايبين على هذه الانشطه، واليوم رجع هذا النشاط الحمد لله. كنتمنى انه يكون مسيرة خير ان شاء الله. مصطفى طلحه المعروف في القبيله هنايا بان في الرياضه دائما، وانه هو المؤسس ديال كره القدم هنايا في بني حسن. راه جيتنا هنايا في 1976، ومن ديك الوقت هذا الى يومنا هذا كاين الدوريات مستمره كل سنه تقريبا، وبعض السنوات كنوقفوا، ولكن الحمد لله هذا الدوري هذا ان شاء الله ديال الدوري الرمضاني، هذا الدوره الثانيه ديالو، جاز الدوره الاولى قبل من هاد كورونا وديك الشيء، ولكن دابا عودنا ان شاء الله السنه هذه، فهاد ماشي يكون، والاخوان كاملين مسجعين وفهمتي وقايمين بالنشاط ديالهم والحماس كل شيء، وعملوا اعلان في فيسبوك من جميع الفرق ديال القبيله، وحتى انهم اضافوا بعض الفرق من تطوان، وهذا الفضل كيرجع للسلطه المحليه والرؤساء الجماعات اللي كيساهموا مع الفريق وكيدعموه باش يكون شي انشطه رياضيه في البلاد. اما بالناحيه ديال الملاعب، حنا هذا الملعب الوحيد اللي عندنا في بني حسن، هذا الملعب بالقرب اللي هو فيه العشب الاصطناعي، هذا الوحيد اللي كاين، هذا هو المشكل اللي كنعيشوا فيه ديما، كنعيشوا في هذه الملاعب مع الناشي، مع العلم ان تطوان عندها ملاعب، راه 33 ملعب تما، وهذاك الملعب 33 اللي في الدخله تطوان كنا شاركنا حنايا معاهم ديك الفتيان ديالنا وهذيك، وكنا فزنا عليهم، بيزعرف ان في القبيله ديال بني حسن عندنا لاعبين، عندنا شباب، عندنا، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله، ما كاينش شي مساعدات في الملاعب، ملعب واحد هو هذا اللي كاين ذو القرب، وحتى ان الجماعه القرويه ديال هنا ديال الحمراء كتساعدنا لا بالرؤساء ديالها ولا بالاعضاء ديالها ولا بكل، انهم عطونا مثلا عطونا السياره ديال الاسعاف، وهذه دائما كيعطيوها، كنعملوا دوريات اخرين وكيكون دائما كيعطيونا السياره ديال الاسعاف، الرؤساء كنمشيو عندهم وكنطلبوهم، عمرهم ساكن دائما كيضحيوا معنا وكيساعدونا. كنوجه رساله الى الفرق 43 فريق اللي مشارك في هذا الدوري هذا، ان يكونوا مخلقين ويكونوا في حسن الظن للجميع ويكونوا اخوه، وهذا الدوري عملناه من اجل الاخوه والصداقه والمحبه بين الاخوان كاملين، الشورى كاملين، وديال الناس كاملين اللي كيحضروا الملعب، ويكونوا فيهم روح رياضيه باش يبقاو ديما ان شاء الله هذا الدوري يبقى يتعاود كل سنه، كل رمضان ان شاء الله يتعاود. وهذا نطلبوا، وثانيا كنطلبوا من السلطات ان السلطه المحليه تعاوننا وصيفطنا شي ديك القوى المساعده باش يوقفوا معنا في الملعب، باش يكونوا كان حمايه للاعبين ولا للجمهور ولا، وهذا نطلب الله يكون خير ان شاء الله.